أسعدتم أوقاتا. يبدو أن صمت المدافع في غزة وفلسطين المحتلة سيستمر لبضعة أيام بعدما نجحت الوساطة المصرية في إقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بتمديد التهدئة. واللافت أن التهدئة هذه المرة لمدة 5 أيام وليس 3 كما كان عليه الحال في المرات السابقة، ما يشي بأن تقدما ما تحقق حول أكثر من موضوع ونقطة خلافية، وهو ما تبدى على كل حال في كلام رئيس الوفد الفلسطيني الموحد قبيل قليل من انتهاء موعد التهدئة السابقة السيد عزام الأحمد. على كل حال هذه التطورات المستجدة سنناقشها في هذه الندوة الخاصة مع ضيفينا من لندن، السيد عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية، مرحبا بك، وكذلك مع السيد عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من رام الله، أرحب به أيضا. وأبدأ مع السيد عبد الرحيم ملوح، هل نحن أمام بداية تحول ربما في هذه الأزمة سيد عبد الرحيم بعد الأنباء التي سمعناها من القاهرة مع تمديد مهلة وقف إطلاق النار، وكذلك حديث عزام الأحمد عن وجود الكثير من النقاط التي جرى التوافق عليها وأن هناك خلافا حول كلمات وليس حول نقاط؟ سيد عبد الرحيم. أيوه. يبدو أن السيد عبد الرحيم لا يسمعنا. على كل حال أتوجه الآن إلى لندن مع ضيفنا السيد عبد الباري عطوان. سيد عبد الباري، نحن كما سمعنا إلى السيد عزام الأحمد يبدو أننا أمام تحول ما ربما في هذه الأزمة المستفحلة والتي أودت بحوالي يعني أدت إلى سقوط حوالي 2000 شهيد من الفلسطينيين غالبيتهم من المدنيين، هل تعتقد أننا الآن فعلا أمام انطلاقة نحو وقف إطلاق نار ثابت؟ والله أنا أتحفظ كثيرا عن التفاؤل فيما يتعلق بما طرحه السيد عزام الأحمد، وعندما أقول أتحفظ لأن استمعت إلى المؤتمر الصحفي الذي أدلى به ولم أفهم بالضبط ماذا حصل. يعني هو تحدث عن تقدم، ما هو هذا التقدم؟ قال أن الخلاف على كلمات. طب إذا كان الخلاف على كلمات لماذا لم يتم الاتفاق على هذه الكلمات؟ لماذا لم نرى أعضاء الوفد الفلسطيني وخاصة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الصورة؟ لماذا لم نسمع منهم؟ أيضا لماذا لم تذع قناة الأقصى الفضائية نص هذا الاتفاق أو نص هذا المؤتمر الصحفي؟ يعني ما الذي يحدث؟ لماذا تنطلق الصواريخ الآن بعد انتهاء هذه الهدنة ونسمع أكثر من 20 مرة للصفارات الإنذار تنطلق؟ يعني ما الذي يحدث وما الذي سيتم التشاور عليه؟ يعني ولماذا 5 أيام وليس 3 أيام؟ أنت ترى تناقضا يعني بين ما يقوله السيد عزام الأحمد وما يجري على الأرض؟ نعم، أرى تناقضا كبيرا. يعني أنه يعني إذا كان هناك فعلا اتفاق لوقف إطلاق النار وهدنة لمدة 5 أيام، لماذا تنطلق الصواريخ؟ ولماذا تنطلق صفارات الإنذار؟ ولماذا يلتزم الجانب الإسرائيلي الصمت الكامل؟ لماذا لم نرى حالة فرح أنه إذا كان في اتفاق ومعظم الأوراق المصرية والنقاط اللي وردت فيها جرى الاتفاق عليها؟ لماذا تأخر الاتفاق؟ يعني أنا أخشى أن تكون هذه محاولة مصيدة، هذه محاولة لخلق فتنة بين الفلسطينيين، بين يعني فصائل المقاومة وبين الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد أن هذه الهدن المتدحرجة، يعني 3 أيام، 3 أيام، 5 أيام، ربما بعدها 10 أيام، ربما 20 يوما، ويبقى الوضع على حاله. يعني لماذا لا يتم الحسم؟ على ماذا يتفاوضون؟ يعني المسألة واضحة جدا. إذا كانت هذه اتفاقات جرى التوصل إليها بين السلطة وبين إسرائيل أو بين في اتفاقات وقف إطلاق النار سابقة، لماذا لا تطبق هذه الاتفاقات؟ هذه الأسئلة هم بيتفاوضوا على قنابل ذرية، على قنابل ذرية بتفاوضوا على برامج نووية، يعني ليش بتفاوضوا؟ مسألة واضحة جدا، فتح معابر، رفع حصار، مد المياه الدولية، مد السماح للفلاحين بالزراعة، ومناقشة المطار والميناء، ربما هذا يحتاج يسار وقت، لكن هناك خريطة طريق، هناك مبادئ، لماذا لم نسمع هذه المبادئ؟ ولتسمح لنا أن نستمع إلى السيد عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من رام الله وهو معنا الآن، ربما لديه معلومات إضافية حول ما قيل عن اتفاق جرى التوصل إليه على الأقل حول بعض النقاط. سيد عبد الرحيم تفضل. بداية أنا في هذه المرحلة أوجه التحية لغزة ولشهدائها وذويهم، ووجه التحية لجرحاها وذويهم كل وكل باسمه.
بالفترة الصباحية سلم الإخوة في مصر رأيهم فيما يتعلق بالتفاوض فيما بين الطرفين، وكان هذا الرأي أميل إلى القناعة بأن القضية قضية تقنية وليست قضية سياسية بهذا المعنى الكامل، يعني في هذا الموضوع. حول أي نقطة تتحدث أستاذ عبد الرحيم؟ يعني الليوني أو أنا أتحدث حول المساواة بين الطرفين برا وبحرا وجوا. نعم، المساواة كأن الطرفين بعمق واحد. أتحدث عن التواريخ، لأي سقف كل قضية من القضايا لأي سقف تصل، لأن كل هذه القضايا موجودة أمامي ولا يوجد بها إلا تدعو مصر إلى الالتزام بتاريخ كذا، بالساعة 12 كذا، يوميا بتاريخ كذا. نعم، اسمح لي أستاذ عبد الرحيم، هذه هي الورقة. هل حدث اختراق ما ربما من الصباح إلى هذا المساء لكي يخرج السيد عزام الأحمد ويعلن ربما تمديد المهلة طبعا، وأن ثمة اتفاق على الكثير من النقاط، وأنه كما قال حرفيا الخلاف هو حول بعض الكلمات، يعني كلامه يؤشر إلى أنه تم تجاوز الكثير من العقبات، يعني هذا يفتح باب التفاؤل خصوصا أمام الفلسطينيين بأن مطالبهم ربما قد أخذت بعين الاعتبار. أولا، إسرائيل رفضت جزءا من هذه المطالب منذ البداية، رفضت المطار ورفضت الميناء. نعم. ورفضت الممر الآمن ورفضت كل هذه القضايا، رفضت منذ البداية، يعني رفضت في هذا الموضوع. وأنا لا أجري مقارنة بين حديث عزام عن أنه هناك الكلمات فيما بيننا وبين بعض في إطار الوفد الفلسطيني، الكلمات هنا، أما الكلمات مع الإسرائيلي ومع العدو الإسرائيلي هذه الكلمات يعني ليست صحيحة وليس مكانها هنا. يعني أنت تتشكك في ما العدو الإسرائيلي أعلن. لا أنا بشكل واضح وصريح أقول أننا مع يوجد وفد ولنا رفيق في الوفد وإلى آخره، ونعي ما يعاني أهل غزة كذلك في هذا الموضوع. نعم. ولكن أقول أن الأمر كله يحتاج إلى تدقيق أكثر ويحتاج إلى رؤية أكثر وضوحاً. ربما على كل حال سيد عبد الرحيم، ويحتاج إلى ارتباط بالمرحلة المقبلة. ربما مع عودة الوفد الفلسطيني بعد انتهاء هذه الجولة الجديدة من المفاوضات في القاهرة، عودة الوفد الفلسطيني كل إلى قيادته وقاعدته، ربما تتضح بعض النقاط. على كل حال اسمح لي أن أتوجه مجددا إلى لندن مع السيد عبد الباري عطوان. سيد عبد الباري، ربما يعني ما قاله السيد عزام الأحمد وإثارتك لموضوع عدم وجود أعضاء الوفد الفلسطيني إحاطة أعضاء الوفد الفلسطيني السيد عزام الأحمد، وكأنه ربما هناك تباعد، ولكن قد يكون ربما مسارعة البعض من أجل بعض أعضاء الوفد من أجل إجراء الاتصالات لإبلاغها بالنتائج، يعني التشكك الآن ربما كان الأفضل الانتظار، ألا تعتقد ذلك؟ يا سيدي، يعني لماذا تأخر هذا المؤتمر الصحفي إلى دقائق قليلة جدا قبل انتهاء المدة؟ إذا كان هناك اتفاق ونقاط متفق عليها، لماذا لم يتم تقديم هذا المؤتمر الصحفي ساعتين مثلا؟ لو كانت الأمور وردية مثل ما طرحها السيد عزام الأحمد، فكان ما قاله ممكن أن يقوله قبل ساعتين أو يقوله قبل خمس ساعات. نعم. يعني لم يقل شيء يوحي بأن الدقائق الأخيرة، يعني أنه كانت هناك مفاوضات حتى الدقائق الأخيرة، يعني هو تحدث عموميات. نقطة أخرى أستاذ عماد، يعني إذا هو قال أنه معبر رفح،
لم يطرح الموضوع إطلاقا، هذا لأنه بين الفلسطينيين وبين المصريين. طب يا سيدي، لماذا لم يتم الاتفاق على معبر رفح؟ ولماذا حتى هذه اللحظة لم نسمع أي اتفاق فلسطيني مصري طوال العشرة أيام الماضية فيما يتعلق بمعبر رفح؟ طب هو أساس المصيبة معبر رفح، أساس المشكلة معبر رفح. فإذا كان الجانبان لو تسمح لي فقط أن أطرح، يعني إذا كان الجانبان، أن أنقل هذا التساؤل إلى السيد زياد الخالي، موجود معنا مباشرة من القاهرة، وهو نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وطبعا عضو الوفد الفلسطيني الموحد. سيد زياد، مرحبا بك. أود أن أسألك، طبعا هناك تساؤلات سرعان ما أثيرت حول غياب أعضاء الوفد عن الأستاذ عزام الأحمد عندما كان يتحدث ويعلن التوصل إلى اتفاق حول بعض النقاط. هل لك أن تطلعنا فعلا على ما خلصت إليه المفاوضات في القاهرة حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أتقدم التحية للشعب الفلسطيني كله، وتحية خاصة للأستاذ عبد الباري المقاتل الفلسطيني. شكرا. الأول في هذه المعركة. ثانيا أنا أقول بالنسبة لهذا المؤتمر الصحفي الذي عقده الأخ عزام، أولا هو عقده بصفته رئيس الوفد، لكن لم يتم الاتفاق على أن يكون الوفد مرافق له في هذا المؤتمر، وكان القصد من هذا المؤتمر هو إعلان وقف إطلاق أو تمديد وقف إطلاق النار بصورة أساسية. لكن تم في هذا المؤتمر حديث كثير، أعتقد أنه لم يكن بالضرورة مهم أو ضروري للحديث فيه بهذه الطريقة. نعم. وفي كل الأحوال هو أدى غرض الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار، وهذا ما كنا نبغيه بالدرجة الأساسية. المهم، أود أن أسألك أستاذ زياد لو سمحت لي، أنه ما هي النقاط التي جرى التوصل إليها؟ ما هي النقاط العالقة؟ على ما يمكن ربما أن نبني من أجل أنا أقول بدون شك ظروف المفاوضات معقدة جدا وتحتاج لوقت حتى نستطيع الوصول لأفضل اتفاق يأخذ بعين الاعتبار جملة التعقيدات التي تواجهنا، وأيضا ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني. أنا لا أريد أن أبدي الأسف الشديد أننا في وضع لا نحسد عليه، وفي ظروف سياسية عربية معقدة. كنا نتمنى أن نكون في ظرف أفضل. في نقاط نعم توصلنا إليها لكن ليس ما كنا نأمل فيه. نعم. وفي نقاط هناك خلافات عليها. ما هي هذه النقاط سيدي؟ يعني الجمهور بحاجة، خاصة الجمهور الفلسطيني بحاجة إلى أن يعرف على ما جرى التوافق وعلى ما الاختلاف. كنا نرفع شعار مسألة إنهاء الحصار، ولكن هذا الحصار هو أيضا اكتشفنا أنه أعقد مما تصورنا، ودخلنا في تفاصيل كثيرة ومعقدة حول هذا الحصار، ومن هي الجهات التي يعني تمارس هذا الحصار، وفي يوجد استحقاقات في هذا الأمر. عفوا، عندما تقول سيد زياد أن الجهات، سيد زياد أقاطعك عذرا للمقاطعة، أنا لا أريد أدخل بتفاصيل كثيرة. نعم. لكن ما أريد التأكيد عليه أن إسرائيل بشكل أو بآخر هي التي تتحكم في هذا الوضع العام، كونها تتحكم في المعابر، وبالتالي هناك تعقيدات كثيرة حول هذا الأمر. الحديث في الإعلام. نعم. ربما لا يجلب الكثير من الفائدة. نعم. لأجواء التفاوض أو للشعب الفلسطيني، ونحن لا نريد أن ندخل في الإعلام في جدل كبير حول هذا الأمر. أستاذ زياد اسمح لي أن أقاطعك. يعني بالدرجة الأساسية. نعم. أن يفهم الشعب الفلسطيني أن هناك تعقيدات كبيرة في المفاوضات، وأن هناك ربما إسرائيل تستفيد من الظروف العربية المحيطة في المنطقة وحالة العنف السائدة، وتستفيد منها للضغط على المقاومة. أستاذ زياد سأقاطعك لو سمحت لي. متماسكون. نعم. حول تحقيق، أنا أقول مطالبنا التي شرعنا بها منذ بدء العدوان.
استاذ زياد اسمح لي لنتيجة نهائية. استاذ زياد اشرت الى موضوع، اسمح لي، هناك استضاح مهم. انت قلت نحن في وضع لا نحسد عليه، هل تتعرضون لضغوط ومن اي طرف؟ لا، هو الدخول في هذه التفاصيل ربما يكون ليس مفيدا، لكن يجب ان يعلم الجميع اننا يعني نخوض هذه المفاوضات في ظروف يعيش الشعب الفلسطيني ظروف معقدة ميدانية، أيضا ظروف سياسية معقدة، وأنا لا أفضل الدخول بالتفاصيل في وسائل الإعلام حول هذا الأمر. التفاصيل كثيرة والشعب الفلسطيني يدرك ويعي ما هي التعقيدات التي تحيط بنا، والحديث بها في وسائل الإعلام ربما طيب. لا يكون مفيد. إذا ما استبعدنا هذه الصورة حول الحصار المستمر، ما هي النقاط التي يمكن القول أنه جرى تحقيق تقدم فيها؟ نعم، تم هناك اختراق في مسألة، في بعض المسائل التي تتعلق بإسرائيل، التي تتعلق بإسرائيل حول إنهاء الحصار، لكن أنا أقول ليست النقاط التي كنا نبغي، وهناك أيضا السلطة الفلسطينية لها علاقة بهذا الأمر، تفصيلات كثيرة لكنها معقدة وتحتاج عندما ننجز هذا الاتفاق يمكننا الحديث بشكل أفضل. تبدو كثير التحفظ. سيد زياد نخالي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك على كل حال على هذه المداخلة. أعود إليك سيد عبد الباري عطوان، استمعنا سوية ربما إلى بعض الإجابات التي قدمها لنا ربما قدر الإمكان السيد زياد نخالي. هل يعني تعتبر أن ثمة تباعدا ما ربما في بعض المواقف من خلال ما استمعنا إليه داخل الوفد؟ يعني أنا ما أستطيع استنتاجه وما أستطيع أن أقرأه في كلام العزيز زياد النخالة المجاهد اللي يعني يقف على خط النار، ما أستطيع أن أفهمه أنه لا اتفاق على الإطلاق. ما أستطيع أن أفهمه أن مصر مارست ضغوط كبيرة جدا على الوفد الفلسطيني من أجل تمديد هذه الهدنة ولمدة 5 أيام، وأنهم قبلوا بهذا التمديد على مضض، وأعتقد أن الخلافات كبيرة جدا ولم تحدث اختراقات حقيقية، وأن المسألة ما زلنا في المربع الأول. يعني لو حصل تقدم فعلا لا تحدث عنه هذا التقدم اللي هو السيد عزام الأحمد، لكن لم يحصل تقدم على الإطلاق. وأن الجانب الإسرائيلي مثلما فهمت أيضا من كلمات العزيز زياد النخالة أبو طارق، أنه ما فهمته أنا من هذا الكلام بأن إسرائيل متمسكة بمواقفها ولا تريد أن تقدم أي تنازلات الوفد الفلسطيني، وخاصة مسألة رفع الحصار. عندما يقول السيد زياد النخالة بأننا اكتشفنا أنه مسألة رفع الحصار عملية معقدة جدا وفيها تفاصيل كثيرة وليست بالسهولة التي كنا نعرفها أو نتوقعها، هذا يعني بأن إسرائيل وضعت شروطا تعجيزية، ولا أستغرب أن يكون من بين هذه الشروط التعجيزية نزع سلاح المقاومة. هذا على يعني كل حال ما ترفض المقاومة أكدت على رفضه منذ البداية. سيد عبد الباري لحظة. نعم تفضل. أستاذ عماد بس كلمة. شوف، يعني حصلت 3 اتفاقات لوقف إطلاق النار، أو حتى 4 اتفاقات، اتفاق عام 2006، اتفاق عام 2008، اتفاق عام 2012، اتفاق قبل 4 أشهر بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل من خلال الوساطة المصرية. لم تكن كل هذه التعقيدات موجودة. يعني كل مرة أن يصير رفع الحصار، يعني مد المياه الإقليمية ل 12 ميلا أو 6 أميال، السماح بالزراعة، ويعني عدم وجود اللي هي بفر زون، منطقة عزلة. معزولة أو منطقة عازلة على الحدود. يعني هذه كله كان يتم الاتفاق عليه. يا أستاذ عماد ارجع للمحاضر. نعم. كان يتم الاتفاق في غضون ساعات على كل هذه القضايا. الآن 10 أيام من المفاوضات ووفد طويل عريض ووساطة مصرية، طب لماذا كل هذا التعقيدات؟ أنا أخشى أن إسرائيل تحاول زرع فتنة بين المقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أنه الآن نحن في حالة ضبابية غير عادية، نحن في حالة ضياع غير عادية، لا نعرف ماذا يجري، وعلينا أن ننتظر 5 أيام. لو تسمح لي أستاذ عبد الباري،
أنا أتوجه إلى رام الله مجددا مع السيد عبد الرحيم ملوح وأسأله، طبعا استمعت معنا إلى ما قاله السيد زياد نخالي وما يثير السيد عبد الباري عطوان، وأنه يبدو أن تحفظا كبيرا لدى بعض الفرقاء عبر عنه على كل حال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالي. هل يمكن لإسرائيل أن تكون فعلا تسعى إلى شق الصف الفلسطيني وإلى إحداث خلل داخل البيت الفلسطيني الواحد من أجل انتزاع ما لم تنجح في الحصول عليه من خلال عدوانها على القطاع؟ أولا، لإسرائيل منذ بدأت حربها على غزة قضايا محددة، يعني أعلنها نتنياهو، أعلنتها القيادة الإسرائيلية بتلك الفترة، وهي إنهاء الوحدة الوطنية الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني. الأمر الآخر أن إسرائيل تريد استمرار كيفما اتفق، استمرار عملها في قطاع غزة واستمرار ضرباتها في قطاع غزة. هذا حدث في 2009 و2009 2008 2009 وفي حدث في شهر في 2012 وحدث في 2014 وسيحدث إذا استمرت إسرائيل في مراحل قادمة في هذا الموضوع. فإسرائيل لديها وجهة نظر في هذا الموضوع. الأمر الآخر، هي تخشى ولا تريد، لأنها منذ فترة طويلة المطار والميناء والممر الآمن بين غزة وبين الضفة منذ فترة طويلة، من زمن ياسر عرفات، من يعني برأيك إسرائيل تريد تصغير النقاش والتفاوض لجعله أو لجذبه باتجاه قضايا محض إنسانية. تفاوض من أجل التفاوض. نعم. طيب. تفاوض من أجل التفاوض وقضايا إنسانية فقط. هناك كلام قاله السيد زياد الخالي. إسرائيل. نعم سيدي كريم، هناك كلام قاله السيد زياد الخالي إذا انتبهت له عندما تحدث عن جهات حول مسؤولة عن الحصار على القطاع، وقال جهات ولم يقل جهة واحدة يعني إسرائيل. برأيك من هي هذه الجهات التي تضغط من أجل بقاء هذا الحصار إلى جانب إسرائيل؟ طبعا معروفة من الجهات اللي ضغطت على الطرف الفلسطيني ليوافق على التمديد وعلى كل هذا الموضوع، ومعروفة من هي الجهات التي تعيق عملية. اسمح لي سيد عبد الرحيم، قد تكون تعرف هذه الجهات ولكن ربما الجمهور لا يعرف أو المشاهد لا يعرف أو كل المشاهدين لا يعرفون من هي هذه الجهات، هل أنا نسميها لو سمحت؟ أنا أقول أن الجهة المحددة هي معبر رفح وجر، الجهة التي تقيم العلاقات مع إسرائيل هي دولة كذا ودولة كذا عربية. نعم، على كل حال هذا هو الأمر. يعني أنت تتهم بعض الدول العربية بالمشاركة في إبقاء هذا الحصار ربما مثل إسرائيل أو أكثر أو أقل؟ أنا لا أقول مثل إسرائيل أو أكثر أو أقل، ولكن أقول أنها تساند أمريكا ثم تساند إسرائيل. نعم. طيب أعود مجددا إلى السيد عبد الباري عطوان. الآن نحن ربما كما أشارت الأستاذ عبد الباري احتمال أن يكون هناك ربما محاولة من أجل إحداث فتنة داخل البيت الفلسطيني الواحد، ربما من أجل تأليب الرأي العام الفلسطيني ضد فصائل المقاومة تحديدا كما أسفت. ولكن اسمح لي أن أتوقف مع فاصل قصير ونعود لنستكمل هذا الحديث معك السيد عبد الباري ومع السيد عبد الرحيم ملوح من رام الله، فابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب مجددا بضيفنا الأستاذ عبد الباري عضوان والسيد عبد الرحيم ملوح من لندن ومن رام الله.
كنا نتحدث مع السيد عبد الباري قبل الفاصل، كان يبدي مخاوف من إمكانية حدوث فتنة داخل البيت الفلسطيني الواحد من محاولة إسرائيل تفريغ ربما المفاوضات الجارية في القاهرة عبر الوسيط المصري، وربما سعيا لتأليب الرأي العام الفلسطيني ضد فصائل المقاومة. أستاذ عبد الباري، كيف السبيل إلى مواجهة هذا الاحتمال؟ يعني لو تابعنا المؤتمر الصحفي وتابعنا اللي هو التعليق او المكالمة الهاتفية او الحوار بينك وبين العزيز زياد النخالة، يعني من الواضح جدا ان هناك فتنة المقصود منها اولا هذه فتنة بين هي فتنة مزدوجة اولا بين فصائل المقاومة نفسها، واضح جدا ان هناك تباينات في الموقف الفلسطيني، وثانيا هناك مشروع فتنة بين فصائل المقاومة وحاضنتها الشعبية في قطاع غزة التي وقفت مع المقاومة بكل رجولة وبكل شجاعة. استاذ عبد الباري، فقط فيما يؤكد ربما ما تقوله او ما يذهب في نفس الاتجاه الذي تقوله السيد موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يقول ان الوفود تغادر القاهرة وستعود بعد معالجة معضلات الاتفاق. يعني نعم، هناك مشاكل. نعم، هذا كلام يؤكد طبعا مشاكل كبيرة جدا. هم يا أخي السيد ملوح ربما معذور، هو عضو في اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، أنا يا سيدي مش فارق عندي. لا، مصر هي التي تمارس الضغوط على الشعب الفلسطيني لتمديد هذه الهدنة، أنا أقولها مصر، وأنا ممنوع أن منعت 19 سنة وأن منع كمان 19 سنة، مش فارقة عندي، وثلاث أرباع الدول العربية منعتني. على أي حال، إحنا يجب أن نسمي الأمور بأسمائها، يجب أن نرتقي إلى مستوى تضحيات أشقائنا وأهلنا في قطاع غزة، هؤلاء الذين قدموا 1800 شهيد وأكثر من 11000 جريح، يجب أن لا نسكت على من يحاول إذلال الشعب الفلسطيني، يجب أن نسكت ألا نسكت على من يريد إبقاء هذا الحصار. هذه القصة. يعني 10 أيام تفاوض مفاوضات، طب المسألة بدها هي عبقرية أينشتاين، يعني يرفعوا الحصار وانتهت القصة، يسمحوا للصيادين يصيدوا، يسمحوا للمزارعين يزرعوا، يا سيدي يقول لك طيب احنا لا، معبر رفح ما هذا مسألة فلسطينية مصرية. طب يا أخي، طب حلوها يا اخي، قدموا نموذج للاسرائيليين، تفضلوا احنا كعرب اتفقنا فيما بيننا على معبر رفح، ايش علاقه معبر رفح في مثلا كرم ابو سالم ولا ايرز ولا غيره، ايش علاقته؟ اذا كان هذا شان عربي نفتح المعبر ونحن نكون العرب على الاقل اتفقنا فيما بيننا، لماذا ينتظر الاتفاق حول معبر رفح حتى تكتمل كل القضايا الثانيه؟ لماذا يعني لماذا نربط معبر رفح بالمعابر الاسرائيليه طالما طيب. انه هذا بين عرب وعرب، بين فلسطينيين ومصريين، هذه مساله مهمه جدا. اود ان نتوقف استاذ عبد الباري، يجب ان نتحدث مع مصر بهذه الصراحه وبهذه القوه. شعبنا قدم تضحيات، شعبنا اثبت بطوله غير عاديه، شعبنا مستعد ان يتحمل، لكن الان هذه الاتفاقات التهدئه المتدحرجه انه ثلاث ايام ثم خمس ايام، هذه ربما تخلق فتنه في الصف الفلسطيني، ربما تسرق انتصار شعبنا في قطاع غزة. يجب أن نتمسك بهذا الانتصار. الآن الرأي العام العالمي يتحرك ويتغير لمصلحتنا. الآن الدول العربية التي صمتت على العدوان أصبحت في حالة حرج كبير جدا، وأصبحت هذه الدول العربية المتواطئة مع العدوان أصبحت الآن تراجع مواقفها وتنتقد إسرائيل. نعم. يعني نحن نعلم أن موازين القوى لا تميل لصالح الفلسطينيين منذ القدم. الآن كيف يمكن للجانب الفلسطيني بعد كل ما حصل، وبالكاد حصلت المصالحة الفلسطينية بين حماس وأيضا فتح وتشكلت حكومة المصالحة، الآن هناك عدوان كبير على غزة، بالتالي لا يمكن ربما أيضا للجانب الفلسطيني أن يتجاوز الضغوط. يعني نحن نعلم أن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال وبالتالي ويعيشون أيضا من المساعدات، كيف السبيل يتجاوز كل ذلك والخروج بموقف واحد وكما يقولون يعني أن يضرب الوفد الفلسطيني الأرض برجله ويقول أنا أرفض كل ذلك؟ نعم يستطيع يا أخي، طيب كويس أنا معك. يا حركة حماس بصمت بالعشرة للسلطة في رام الله وتنازلت عن كل شيء،
وقبلت بكل شيء ولم تستشر في الوزارات أو المناصب الوزارية، ولم يكن لها أي شخص في هذه الحكومة اللي شكلها رامي الحمد الله اللي حكومة الوفاق مثل ما قيل عليه، ولم تستشر على الإطلاق، يعني حتى لم يستطيعوا فرض وزير، لم يستطيعوا تغيير وزير، كل هذا من أجل أن يخف الحصار على قطاع غزة، من أجل أن تقوب السلطة اللي بتتفاوض مع إسرائيل من 20 سنة واللي رايحين جايين على تل أبيب وعلى اللقاءات مع الإسرائيليين على أمل أنها تخفف الحصار عن الشعب الفلسطيني. لم يخف هذا الحصار، لم تستطع السلطة بكل علاقاتها مع إسرائيل وكل علاقاتها مع أمريكا وكل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وكل علاقاتها مع مصر وكل علاقاتها مع السعودية، نعم. لم تستطع إدخال دولار واحد لقطاع غزة. طيب يعني إيش بدك أكثر من يعني استسلام للضغوط، يعني طول عمرها فقط. طول عمر الشعب الفلسطيني يستسلم لهذه الآن، نعم. لما رفض هذه الضغوط وانطلق بانتفاضة الصواريخ وغير المعادلات الدولية كلها والمعادلات الإقليمية كلها وأحرج كل المتواطئين مع إسرائيل، الآن هناك محاولة التفاف على الشعب الفلسطيني لإفراغ الانتصار من محتواه في الانتصار، نعم. وفي الصمود فقط أود، نعم. أن أتوقف لو سمحت لي قبل أن أتوجه إلى رام الله مع السيد عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقط مع ما قالته يديعوت أحرونوت العبرية هذا المساء عندما تحدثت عن ملامح في الورقة المصرية تقول أنه يتم التوافق على تأجيل الحديث عن الميناء والمطار في غزة لمدة شهر، أي ترحيل القضايا الخلافية والتي تشكل ربما أساسا صلبا في الموقف الفلسطيني للمقاومة، وهي كانت ترفض منذ البداية والورقة المصرية رفضت على هذا الأساس. إذا كان كذلك، ما الذي يمكن أن يقوله أعضاء الوفد الفلسطيني للفلسطينيين أو ربما لأهالي الفلسطينيين الذين سقطوا أستاذ عبد الرحيم في حال وافقوا ربما على ترحيل قضايا حيوية؟ يقول كلمة واحدة، أنهم يرفضون ترحيل أي قضية من القضايا موضع النقاش، هذا ما يقولوه، لأن هذا ما يقولوه للمواطن الفلسطيني وللإسرائيلي كمان وللمصري ولكل الأطراف، يقولون أنهم يرفضون ترحيل أي قضية من قضايا النقاش. نعم، على كل حال القضية الآن باتت تبدو وكأنها دخلت ربما في نفق، ما جرى التوصل إليه أو التوافق عليه ربما هو هدنة لمدة 5 أيام مددت من 3 إلى 5، هناك توافق لدى جميع الأطراف وفصائل المقاومة كلها أعلنت تأييدها لهذه الهدنة، إسرائيل كانت استبقت، الآن ما هو المخرج من أجل معالجة كل هذه القضايا؟ هل يمكن أن يؤدي ربما أو أن تخرج خلافات إلى العلن أستاذ عبد الرحيم بين يعني أعضاء الوفد الفلسطيني؟ هناك هذه المخاوف التي يثيرها أستاذ عبد الباري؟ آمل أن لا تخرج هذه الخلافات إلى العلن، آمل، ولكن لا يمكن إلا أن تكون هناك خلافات، لأنه القضية الرئيسية في هذا الموضوع خلافات أو تباينات أستاذ عبد الرحيم، خلافات واختلافات واللي بدك إياه سميه في هذا الموضوع لسبب بسيط، لأنه لم تتحدد بهذه القضية سوى قضايا نعم شكلية في هذا الأمر، واتفق على حتى هذه اللحظة لم تتوجه كل القضايا إلى القضايا الجوهرية إلى البرنامج السياسي. فقط أود أن أشير أستاذ عبد الرحيم فقط أود أن أقاطعك عذرا للمقاطعة، ولكن أود أن أشير إلى أن وقف إطلاق النار يبدو أنه لم يحترم، هناك قصف إسرائيلي لبعض الأهداف داخل قطاع غزة ربما بعد سقوط صواريخ قيل إنها أطلقت من قطاع غزة رغم أن حركة حماس نفت علمها بإطلاق أي صاروخ من القطاع، وبالتالي قد يكون هناك محاولة للاستدراج من قبل إسرائيل لاستدراج فصائل المقاومة للرد وإسقاط الهدنة وبالتالي تحميلهم المسؤولية. أنا آمل أن لا يتحمل الطرف الفلسطيني أي مسؤولية في هذا الموضوع، لأن المسؤولية أولا وآخرا هي تقع على عاتق الطرف الإسرائيلي، لأن إسرائيل هي المحتلة
وهي المعتدية، وهي اللي قتلت آلاف العائلات وآلاف ذوي العائلات، ودمرت البيوت ودمرت كل شيء. نعم. في هذا الموضوع هذا أمل أن لا يتحمل الطرف الفلسطيني، أو أن لا يحمله من يريد أن يحمل هذه القضية، لأن الطرف الفلسطيني نعم. يعيش وضع استثنائي، هو وضع قال عنه زياد أن الظروف معقدة وصعبة. ظروف معقدة وصعبة. أستاذ عبد الرحيم، أود أن أسأل سؤالا ربما لافت، هو سؤال لافت الحقيقة. يعني صحيح أن هناك وفدا فلسطينيا موحدا في مصر كان يفاوض باسم الشعب الفلسطيني ككل وباسم كل الفصائل الفلسطينية، ولكن طبعا يعني معروف عن الرئيس محمود عباس إطلالاته الكثيرة ربما وتصريحاته، ولكن لافت أنه في خلال الأيام الماضية كانت إطلالاته وتصريحاته نادرة، لأنه تارك للوفد. أنا كنت ألتقي الأخ محمود عباس بين فترة وفترة. تارك للوفد أن حرية التصرف وحرية الأخذ بالمقترحات أو عدم الأخذ بها في هذا الأمر، وبالتالي تارك لهذا للجهة المعنية هناك بحيث أنها هي التي تواجه وهي التي تحدد كيف تواجه في هذا الموضوع. خاصة أنا عم بقول أنه أكثر من طرف موجود في هذه المفاوضات، أكثر من طرف فلسطيني، ولذلك كان يريد أن يعطي لهذا الطرف الفلسطيني أمر أنه هو اللي يحدد ماذا يريد بعد أن نعم. اتفق ابقى معي. على البرنامج نعم. واتفق على النقاط. ابقى معي سيد عبد الرحيم، أعود مجددا إلى لندن ولضيفنا هناك سيد عبد الباري عطوان. سيد عبد الباري، الآن تبدو الأمور وكأنها دخلت ربما في نفق غير معروف الاتجاهات، هل ستثبت التهدئة ربما في ظل العدوان الإسرائيلي المستجد؟ هناك مقاتلات إسرائيلية أغارت على أهداف داخل القطاع، قد يكون هناك محاولة لاستدراج المقاومة للرد وبالتالي لتحميلها المسؤولية. إلى أين ربما تتجه الأمور برأيك في غزة وفي القاهرة أيضا؟ أنا في تقديري هذه الهدنة ولدت ميتة، يعني أنه الآن عندما تغير الطيارات الإسرائيلية وتقصف أهداف داخل قطاع غزة، هذا يعني لا تحتاج إسرائيل أن تحمل الطرف الفلسطيني مسؤولية، هذه دولة غاشمة، هذه دولة عدوانية تمارس أبشع أنواع العدوان والقتل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية. نعم. إحنا أنا ما أردت أن أقوله أنه الوفد الفلسطيني يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات الشهداء والجرحى والشعب الفلسطيني اللي في منه 200 إلى 300 ألف شخص مشرد. يجب أن تكون هناك شفافية، يجب أن يكون هناك وضوح. إذا كانت هناك خلافات فليقولوا ما هي هذه الخلافات. يعني إذا الشعب اللي قدم كل شيء يعني يجب أن يكون مصارحة. سيد موسى أبو مرزوق، لو نستوضح سوية سيد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وهو معنا مباشرة على الخط أيضا من القاهرة. سيد موسى مرحبا بك، أود أن أسألك طبعا ما هي آخر الأنباء المتعلقة بنقاط الاتفاق التي قيل أنه جرى التوصل إليه في القاهرة عبر الوسيط المصري؟ لا، ما صارش في اتفاق. لو صار في اتفاق لتم الإعلان عنه، ولكن هناك كان في محاولات حتى اللحظة الأخيرة في الوصول إلى اتفاق ولم نتمكن من ذلك، ولذلك البديل هو تمديد التهدئة 5 أيام. نعم. أما إنه توصلنا لاتفاق، لا، لم نتوصل لاتفاق. يعني السيد عزام الأحمد عكس أجواء إيجابية إلى حد ما. الأجواء إيجابية مع الوسيط، نعم، مع الطرف الفلسطيني، نعم، بس مع طرف العدو الصهيوني لا، لم يكن إيجابيا، لأنه لم نتصل نتوصل إلى اتفاق
طيب يعني على ما اتفقتم إذن ستعودون إلى القاهرة مجددا بعد مشاورة قيادتكم. قلتم في تصريح لأحد المواقع قبل قليل أنكم ستعالجون أو ستعودون من أجل بعد معالجة معضلات الاتفاق. ما هي المعضلات التي أشرتم إليها سيد موسى؟ المعضلات يعني متعددة، وكل بند في الاتفاق الإسرائيلي يضع بجملة أو كلمة أو ما إلى ذلك، بحيث أنه ما يعطيه في اليمين وهو لا يعطي من كيسه ويعطي من حقنا الطبيعي يأخذه بالشمال. وهذه هي المشكلات اللي احنا بنواجهها في هذا الاتفاق. نعم. في كل قضية من القضايا يجد أنه إما أن يضع جدولة زمنية فنضيع في الزمن، أو يضع المسألة قانونية فنضيع في القانون، أو يضع تأجيل إلى مرحلة لاحقة فبالتالي يعني تضيع مع المدة، وهكذا كل قصة يضع لها باب بحيث يفرغها من محتواها. يعني يمكن أن نفهم من كلامك سيد موسى وكأنه لم يتم التوافق إلا على اتفاق من أجل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام بدلا من 3، هذا كل ما خلصت إليه مفاوضات حتى الساعة. الآن الشيء المتفق عليه الوحيد هو التمديد، أما غير ذلك فكله يحتاج إلى تفاهمات مستقبلية. نعم. طيب السيد عزام الأحمد تحدث عن خلاف حول بعض الكلمات سيد موسى. بالتأكيد والاتفاقيات، ما هي الاتفاقيات؟ الاتفاقيات هي جمل، والجمل كلمات، فأحيانا جملة تغير المعنى، وأحيانا نعم. كلمة تعطي مدلول آخر، فبالتالي نعم في كثير من البنود الخلاف حول كلمة واحدة. طيب هل من اختراقات سيدي، باختصار لو سمحت لأن الوقت يدهمنا سيد موسى، تفضل. كيف؟ هل من اختراقات تحققت أو فقط إطلاق وقت يعني تمديد وقف إطلاق النار في بعض النقاط على الأقل الحيوية، ميناء، المطار، رفع الحصار؟ لا يوجد اختراق في أي قضية من القضايا، ونحتاج حقيقة إلى جولات أخرى من الحوار أو المباحثات غير المباشرة حتى نتوصل إلى هذه الاختراقات، بس حتى الآن لا يوجد ما نستطيع أن نقول أنه اتفقنا عليه. شكرا لك سيد موسى بن مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كنت معنا أيضا من القاهرة حيث كانت تعقد المفاوضات عبر الوسيط المصري مع الجانب الإسرائيلي. عودة السيد عبد الباري عطوان طبعا والسيد عبد الرحيم ملوح، وللأسف الوقت يدهمنا. سيد عبد الباري تعليق صغير على ما قالوا، يبدو أنه كمان أيضا هناك تحفظ لدى السيد موسى بن مرزوق، كذلك الأمر كان عليه الحال بالنسبة للسيد زياد النخالي، يبدو أن ليس هناك، وقال بصريح العبارة ليس هناك من اتفاق. يا سيدي يعني الملاحظة السريعة هو أن الوفد الفلسطيني كل من تحدث، السيد زياد النخالة، السيد موسى بن مرزوق، السيد عزام الأحمد، كل من تحدثوا وكأن في الماء في الفم ماء، يعني عندهم كلام مش خايفين يحكوه. نعم. حتى هذا الخوف من الوسيط المصري. أنا عندي تحليل آخر، أنا أعتقد أن القيادة الميدانية الفلسطينية في قطاع غزة قالت رأيها في هذا الاتفاق بإطلاق الصواريخ هذه والرد الإسرائيلي على هذه الصواريخ. نحن عدنا إلى المربع الأول، القيادة الميدانية كان من المفروض أن يتحدث. نعم. السيد محمد الضيف، المجاهد محمد الضيف، لم يتحدث. هذا يعني بأن هناك أمر ما، هناك قيادة ميدانية في القطاع يعني وصلت إلى حالة الانفجار والغضب الشديد يعني من هذه حالة الجمود، وهذه المصيدة التي نصبت للفلسطينيين. نعم. المفاوضين الفلسطينيين حتى نلخص في القاهرة، ربما الوقت دهمنا ولا يستطيع الخروج منها. يعني نعم. نلخص فقط أنه للفصائل المقاومة والقيادة العسكرية على الأرض في غزة رأي آخر، وبالتالي هذا ما يفسر إطلاق الصواريخ. سيد عبد الرحيم كلمة صغيرة لو سمحت قبل أن نختم، لأن يعني مدة الحلقة انتهت لو سمحت لي، تفضل، فقط حول ما قاله السيد موسى بن مرزوق. لا اتفاق.
حول ما قاله السيد موسى مرزوق، أنا أتفق كليا أن ما قاله هو الحقيقة. نعم. لأنه لا يوجد أي اتفاق سوى التمديد، تمديد لمدة 5 أيام ونقطة. هذا ما قاله عزام، وهذا ما قاله موسى مرزوق، وهذا ما قاله زياد. على كل حال سيد عبد الرحيم، هذول الثلاث قالوا سيكون للموضوع، وأنا سيكون للموضوع باقية ومتابعة طبعا، خصوصا في ظل هذا التباعد في المواقف المعلنة بين السيد عزام الأحمد وما يمثله ضمن السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح، وكذلك ما قاله السيدان زياد نخالي عن الجهاد الإسلامي وموسى مرزوق عن حركة حماس. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت هذه الندوة الخاصة، شكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم، شكرا أيضا لضيفينا السيد عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكان معنا من رام الله، والسيد عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية وكان معنا من لندن. دمتم بخير وإلى اللقاء.